والله الحمد لله ان اختي هتتجوز دلوقتي عشان اقدر اشوفك تاني. يعني لو ما كانش فرح اختك ما كنتش هشوفك؟ سافرت وانا محبط جدا. الكلام اللي انتي قلتولي اخر مره كان مخوفني قوي. خفت بقى ارجع عليكي مخطوبه ولا متجوزه. هو انت فاكر كل الناس مستعجله زيك؟ طب ما رجعتيش نفسك وانا مسافر؟ يبقى رجعتي يا فرح. انتي غيرتيني والله. انا بطلت ادور على اي جوازه وخلاص. ما بتدور علي؟ بدور عليكي. يظهر اني حبيتك يا فرح، ده اللي انا كنت خايف منه بصراحه. وهي دي حاجه تخوف؟ مفروض يعني لو انت شاطر تخليني احبك انت. ازاي؟ معرفش، شوف انت بقى. فرح انا ما عنديش وقت، انا مسافر تاني. طب وقلقان من السفر ليه؟ مش يمكن ده في مصلحتنا؟ مش فاهم. يعني لما تسافر وتبعد عني شوية توحشني، ابقى عايزة اشوفك. طب ما تيجي نتجوز مع اختي ويبقى فرح واحد تاني. خلاص اسف، هستحمل شويه. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجه تفوتك.